السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. فجر الحارس سامي تلمساني مفاجأة مدوية أغضبت الجماهير المغربية وصدمت فوز لقجع، بعدما صرح سابقا بضمانه لهذه الموهبة، حيث أن خريج أكاديمية نادي تشيلسي الإنجليزي والذي ما زال ينشط في فريق البلوز صرح أن دمه لاختيار أسود المغرب، وبأن هذا قرار خاطئ تسرع في اتخاذه لصغر سنه، حيث أن سامي تلمساني صاحب 17 ربيعا يبلغ طوله 194 سنتيمترا، وإدارة نادي تشيلسي أكدت بأنه يمتلك موهبة مميزة وسيكون له شأن كبير مستقبلا، وما زال النادي الإنجليزي متمسكا به خوفا من خسارته. وتجدر الإشارة بأن أصول اللاعب الجزائري من جهة والده الجزائري، أما والدته فهي مغربية وأرغمته على اللعب للمغرب بعد تواصل فوز لقجع بها وإقناعها بمشروع المغاربة. والجدير بالاهتمام هو أن سامي تلمساني حارس مرمى المغرب استدعاه مرة واحدة المدرب وحيد حليلوزيتش ليعود في قراره ويختار تمثيل الجزائر على حساب المغرب، والذي تمكن من إقناعه بهذا هو السيد الأخضر قلي المتواجد في إنجلترا رفقة ابنه اللاعب وريان قلي نجم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.